إذا متابعي قناة شاب قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في بث مباشر آخر مباشرة من عاصمة بوغاز مدينة طنجة. كما قلت في العنوان، تجزئة الدولي لا ما فيهاش ضوء من منتصف ليلة البارحة، أين المسؤولين؟ السؤال الأهم في هذا الموضوع أين هم؟ كما كنشوفوا تجزئة كبيرة جدا في مدينة طنجة، تعيش تحت وطأة الظلام من غير الأضواء، مثلا الضوء ديال هاد الدار ولا الضوء ديال هاد البروجي ديال هاد المحل هنا، ما كاين والو، لا شيء يضيء في هذا الحي. عتمة كبيرة جدا كيعيش هذا الحي. نشوفوا فاش كتضوي السيارة، تشوفوا الشارع مزيان. كأن الحي موجود في قرية أو خارج النطاق الحضاري، شيء عجيب جدا صراحة. كما كنشوفوا متابعينا الأوفياء، العتمة ما تقدرش تشوف شنو تشنو حداك. انا كنشوف دابا في الارض ما كنشوف والو، يعني الامر صعب للغايه. متابعينا الاوفياء، نقولوا ما ان البارح في منتصف الليل فاش تقطع ربما ما شافوهش المسؤولين، ولكن بقى على داك المنوال حتى ل 8 ديال الصباح، يعني حتى طلوع الشمس ما شافوهش. اليوم من السادسه ديال العشيه حتى لدابا باقي ما شافوهش. هذا هو المشكل. المشكل ديال ان الضوء ينقطع هذا امر عادي جدا، ممكن انه يوقع في اي مكان في اي مدينه، ممكن انه يوقع هذا العطب التقني. ولكن اللي صعب كما قلت متابعينا الاوفياء هو انه ما يشوفوش او ما يهتموش به. فهنا الشركات المسؤوله على هذا على قطاع الاناره خصها كما كنقولوا تعاود النظر ديالها في كيفيه تسيير الاعمال. ما يمكنش حي قدو قداش يعاني من قله الاضاءه، رغم انه كنسمعوا بزاف ديال الحالات الكريساج اللي كيوقعوا هنايا والاعتداءات اللي كيوقعوا في الليالي. نزيدوا حنا قضيه الضوء ما كاينش، فالامر صعيب. كما قلت الشركه المعنيه بالاناره واجب عليها انه تعاود النظر في هذا الموضوع. شكون اللي مضوي مثلا هاد الزنقه هادي؟ هاد البروجي هاد محل، يعني محل التجاره هو اللي مضوي. لو ما كانش هاد المحل فما غنشوفوش حنا حتى الملامح ديال الشارع كيفاش داير. فأمر صعب جدا متابعينا الأوفياء، لدرجة أن كيف ما شفنا مثلا في واحد الدار هنا، السكان اضطروا أنهم يخرجوا البولة ويعلقوها في باب الدار باش شوية يديو شوية الأجر، وفي نفس الوقت يشوفوا شنو حدا باب دارهم. هاو هادي بولة شاعلينها الناس ديال الدار والناس ديال الزنقة. فصعيب صراحة، أمر شوية خطر. ربما يقدر يبدو الأمر عادي، ولكن هو ماشي عادي كيف ما قلت. الحمد لله فعلا في بلد الامن والامان، ولكن بعض المرات كاين المشاغبين اللي كيستغلوا هاد الاوقات، منها سرقه السيارات. دابا هي السياره قدامي لا قدر الله، لو كنت انا واحد منهم عاجي نقدر نفتحها ناخذ منها اللي بغيت، راه ما يشوفني حتى شي واحد، لا كاميرات لا اشخاص لا اضاءه اللي يقدر يشوفني فيها شي واحد. يعني الامر شويه باسل. فكنتمنى كما كنقول دائما، حنا ماشي هنا باش نفرشوا ولا باش نشوهوا ولا باش نعدلوا شي حمله عليهم، وانما فقط من اجل اننا نقول لهم ها واحد الحي راه كيعاني من قله الاضاءه، اذا كنتو ما شفتوش هذا راه مشكل وخصو يتعالج. بحال ما اذا كنتو نتوما ما شفتوش هذا الشارع او هذه التجزئه كلها، نعطينا لكم بالاسم والمدينه وكذا، توكلوا على الله وديروا الواجب. نشوفوا ايضا شخص اخر هنا شاعل بوله، هذه بوله ديال الدار، هذه كتبقى البوله ديال الشارع الكبير، يعني خارج التجزئه. فالمهم كما قلت متابعينا الاوفياء، حنا الاهم ديالنا ماشي هو انه نشوهوا السمعه ديال مدينتنا ولا احيائنا الشعبيه ولا نقدموا صوره خايبه على الوطن ديالنا، وانما فقط كنوجهوا رساله للناس المسؤولين على الاضاءه، قطاع الاناره اللي ربما ما عارفينش. وانا لا اعتقد ذلك، باش بلا زواق بلا مكياج، انا لا اعتقد ان المسؤولين ما عارفينش انه كاين تجزئه دوري لا في مدينه طنجه تعيش تحت وطأة الظلام. ما يمكنش، علاش؟ لانه انقطع في منتصف ليله امس، وبما انه انقطع منتصف ليله امس ربما كخص الامر يدارك قبل الصباح، ولكن ما داركش ماشي مشكل. ربما نقولوا انه كاين خطا وكذا، ولكن اليوم من 6 ديال العشيه ودابا حاليا 9 ونص تقريبا ديال الليل وباقي ما شافوش. فهنا خص للاشاره انه باش نزيدو نقربوا المواطن من المشهد، كاين هنا ناس اللي مسؤولين على الاناره ساكنين في هذا الحي نيت، وما عرفتش يعني شي حاجه اللي مستحيل انهم ما شافوهاش. هنا كيطرحوا اكثر من سؤال، وانا ماشي خدمتي انه نطرح الاسئله كما قلت، انا خدمتي انه نبين الصوره الحقيقيه والحيه
للمسؤولين وأيضا للمواطنين. فأنا كنظن أن رسالتي حاولت أنه ما أمكن وصلها أن واحد تجزئة في مدينة طنجة سميتها دوريلا تعيش تحت وطأة الظلام منذ منتصف ليلة أمس بدون أي تدخل بدون أي تعديل أي إجراءات. فهنا كما قلت لازم علينا ولازم للمسؤولين أنهم يعودوا النظر في الموضوع متابعين الأوفياء. احنا كنعرفوا ان كاين مناطق هنا في جوار مدينه طنجه المناطق القرويه انقطع فيها الكهرباء منها نواحي القصر الصغير وضواحي العرائش وضواحي مدينه طنجه الطريق الرابطه ما بين طنجه وتطوان وقعوا بزاف ديال الاعطاب التقنيه فتره سقوط المطر بحكم انها مناطق قرويه يمكن ربما المسؤولين ما كيوصلوهاش ربما بحكم التساقطات المطريه اللي وقعت وقع ايضا عطب في الكهرباء. ولكن داخل مدينة طنجة في قلب مدينة طنجة ما نعرفوش أنه كاين أحياء أو أحياء شعبية تعاني من قلة الإضاءة. فهنا الأمر صعب جدا وكما قلت لازم على المسؤولين أنهم يتركوا الموقف ويحاولوا أنهم يصلحوا هذا المشكل. وهو صراحة ماشي مشكل ولكن نقولوا عليه مشكل هو شيء أعمق من أنه مشكل. المشكل هو أنه فاش كيتقطع الضوء ومرها بساعة ولا جوج كيتصلح ولكن فاش كيتقطع الضوء بيومين والمسؤولين ما جايبين الدنيا اخبار ولا ما كاينينش ولا ما شافوش هذا هو المشكل الحقيقي صراحه. احنا كنشوفوا هنا مثلا هذا الكراج هو اللي عنده الاضاءه هنا الدار هي اللي عندها الاضاءه هنا يعني الناس اللي مضويه الزنقه ديالها والشارع ديالها. فاذا كنا نضويو حنا الزناقي ديالنا والشوارع ديالنا علاش نخلصوا الفاتوره ديال الماء والكهرباء اللي كتجيب باثمنه خياليه على راس كل شهر. فما عرفتش كنتمنى انه نكون مخطئ ولكن الحقيقه حنا كنشوفوه هي العتمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ما تقدرش انت تدخل في الزوانق في الشوارع لانه ما تعرفش شنو غيصادفك. كنشوفو هنا امامنا مقهى ايضا هو اللي مضوي الشارع هنا حلاق مضوي الشارع فين هما الاضاءات العموميه فين كاينه ما كاين والو. فالامر جد صعب. متابعين الاوفياء على امل ان اراكم ان شاء الله في بوست مباشره اخرى ما نزيدوش نكثروا من نعمقوا الجرح. الهدف ديالنا كما قلت هو توصيل هذه المشاهد هذه للمسؤولين لعل وعسى انهم يتدخلوا ويدركوا الموقف. نتمنى انه حتى انتم تعاونونا تبارطاجوا هذا البث المباشر على امل ان الرساله توصل. الى اللقاء.